هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة بيشهد طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح الفل على حضرتك استاذة بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. النهارده يوم الجمعة، يعني يوم عطلة نهاية الاسبوع والناس بتحب تخرج فيه، ودرجة الحرارة النهارده نسبيا كويسة بالنسبة ان كان فيه موجة حارة. احكي لنا كده عن اخبار الجو النهارده هيبقى عامل ازاي. هو طبعا احنا بالفعل خلال هذه الايام بنشهد استقرار في الاحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار في معظم المحافظات فيها ارتفاعات طفيفة عن المعدلات الطبيعية بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 32 درجة مئوية، فده أعلى من المعدل الطبيعي بسبب ان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، بالإضافة كمان أن مصادر الكتل الهوائية جاية من شمال شبه الجزيرة العربية. العوامل دي بتؤدي للارتفاعات الطفيفة جدا في قيم درجات الحرارة، وخاصة في وقت الظهيرة مع وجود أشعة الشمس. عشان كده طقس فترة النهار بنقول عليه أو إحساسنا بالطقس هيكون طقس حار في معظم محافظات الجمهورية. نسب الرطوبة قلت بشكل كبير في الجو، فقيمة درجة الحرارة المقاسة هي قيمة درجة الحرارة المحسوسة اللي احنا هنحسها طبعا لو ما تعرضناش لأشعة الشمس بشكل النهار. العكس تماما بيحصل فترات الليل، أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل بتسجل قيم درجات حرارة ما بين 23 و22 درجة مئوية خلال فترات الليل، فبالتالي أيضا أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة تماما وأجواء خريفية في معظم محافظات الجمهورية، بل كمان في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر في المدن الجديدة، المحافظات اللي لها ظهير صحراء بشكل كبير، الأماكن المفتوحة بتحس بأجواء مائلة للبرودة، وخاصة زي ما قلنا ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. دايما مع الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية. عندنا شبورة مائية بتسهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطبعا بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وكمان كثيفة في بعض الأماكن، يعني بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية وبتنخفض معاها، لكن هي بتأثر على حركة المرور وهتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا تقريبا 8 صباحا الشبورة المائية هتختفي، الرؤية الأفقية على الطرق هتتحسن بشكل كبير. كمان عندنا اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعات رياح لا تتجاوز 30 كيلومتر على الساعة، وده بدوره بيؤدي كمان لاعتدال في حركة الفلاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بحرين مؤهلين تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. يعني بصفة عامة ما فيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على نحن نستمتع بأجازة نهاية الأسبوع، وكمان الأحوال الجوية المستقرة دي متوقع أنها تكمل معانا يمكن لمنتصف الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. يعني العظمى على القاهرة الكبرى هتستمر ما بين 32-33 درجة مئوية لحد يوم الاثنين اللي جاي. استمرار الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة، مع يوم الثلاث هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، نرجع تاني للأجواء الخريفية المعتدلة تماما فترات النهار. هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فنرجع تاني للأجواء اللي احنا حسيناها مع بداية فصل الخريف اللي هي كان فيها اعتدال بشكل كبير فترات النهار، فترات الليل مكملين في البرودة، وده اللي لازم ناخد بالنا منه. يعني لو في انخفاض أو في ارتفاع في قيم درجات الحرارة فاحنا فترات النهار بنحس بالاستقرار وبالدفء، فترات الليل هنحس بالبرودة، فبالتالي اختلاف قيم درجات الحرارة بين النهار والليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فاحنا ضروري عشان كده أكيد لازم نتقل في الملابس. ويمكن فرصة حلوة اليومين دول إن الشمس يعني موجودة بشكل كبير، الناس اللي بتحب تخرج الصبح في الشمس. بنشكرك شكرا جزيلا ليكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وخلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في أنحاء الجمهورية ونبتدي
نبتدي بالقاهرة العظمى فيها 32 الصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 31 الصغرى 22، الأسكندرية 32 الصغرى 21، العلمين الجديدة 32 20، مطروح 34 19، دمياط 29 24، بورسعيد 29 25، الإسماعيلية 32 21. نروح للسويس، فالعظمى فيها هتبقى 33 والصغرى 21، العريش 29 19، سانت كاترين 26 16، طابة 24 31، حلايب 31 24، شلاتين 34 26، شرم الشيخ 35 26، الغردقة 36 20 36 25. نروح للفيوم، فالعظمى فيها تبقى 34 والصغرى 20، بني سويف 34 والصغرى 20، الوادي الجديد 21 الصغرى أما العظمى هتبقى 37، أسيوط 35 العظمى الصغرى 20، سوهاج 36 19، إنا 37 20، الأقصر 38 الصغرى 21، أسوان 38 22. دي كانت درجات الحرارة في أنحاء الجمهورية.